ننتقل إلى الفصل الثالث، التحويلات الهندسية والتماثل. الدرس الأول اللي هو الانعكاس. طبعا رسم الانعكاسات، تعلمت أن الانعكاس هو تحويل هندسي يقلب الشكل حول مستقيم. هذا المستقيم يسمى محور الانعكاس، بحيث يكون بعد النقطة وبعدها وبعد صورتها عن محور الانعكاس متساويين. يعني يكون بعد النقطة وبعد صورتها عن محور الانعكاس متساويين. الانعكاس حول مستقيم، مفهوم أساسي الانعكاس حول إيش؟ مستقيم. الانعكاس حول مستقيم ينقل النقطة إلى صورتها كما يلي. إذا كانت النقطة واقعة على المحور، هنا النقطة واقعة على المحور الانعكاس، فإن صورتها هي النقطة نفسها، هي النقطة إيش؟ نفسها. أما إذا في الحالة الثانية، إذا كانت النقطة غير واقعة على محور الانعكاس، يكون محور الانعكاس هو العمود المنصف للقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطة وصورتها. يعني هنا على الرسمة هذه النقطة إيه؟ صورتها النقطة إيه شرطة. طبعا بتكون هذا عمود ومنصف، بيكون الجزء هذا بيساوي الجزء هذا، يعني البعد النقطة عن محور الانعكاس يساوي بعد الصورة عن محور ليش الانعكاس. الرموز ايه وايه شرطين وايه ثلاث شرطات تمثل اسماء النقاط الناتجة عن تحويل هندسي او اكثر. طبعا مثال واحد، لاحظ عندي في الشكل، ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم المعطى. يوجد عندي المثلث ABC، المثلث ABC بدي ارسم انعكاسه حول المستقيم K. طبعا الخطوة الاولى ارسم مستقيما يمر من كل رأس من رؤوس المثلث. يعني هنا عند الرأس A ترسم مستقيم كذا عمودي على محور الانعكاس، ومن النقطة B نفس الشيء بترسم عمود على محور الانعكاس، وكذلك من عند C بترسم عمود على محور الانعكاس. الخطوة الثانية، قيس المسافة بين النقطة A والمستقيم K باستعمال الفرجار. يعني بتقيس المسافة هذه من A إلى محور الانعكاس، يا إما بتقيسها بالفرجار أو بتقيسها بالمسطرة، وبترسم نفس البعد يساويه من محور الانعكاس إلى النقطة A شرطة. نفس الشيء تقيس المسافة من B إلى محور الانعكاس، وبتعكسها من محور الانعكاس إلى صورتها B شرطة، البعد متساوي. نفس الشيء من C إلى محور الانعكاس إلى محور الانعكاس إلى C، بتكون البعد متساوي بين النقطة ومحور الانعكاس والصورة ومحور الانعكاس. الخطوة الثالثة طبعا نكرر طبعا الخطوة في C شرطة وB شرطة كما أسلفت، ثم نصل النقاط A شرطة وB شرطة وC شرطة تشكل صورة المثلث الناتجة بالانعكاس. بالنسبة لواحد، سؤال واحد ايه، طبعا سؤال واحد ايه هذا تحقق من فهمك، بترسم مستقيمات من F عمودي على L، ونفس الشيء من G بترسم مستقيم بالشكل هذا كذا، ومن E مستقيم عمودي، ومن F مستقيم عمودي، وبتعمل ال F صورتها F شرطة، حتكون على بعدين متساويين من محور الايش الانعكاس. يعني المسافة بين F وبين محور الانعكاس هي نفس المسافة من محور الانعكاس إلى F شرطة. نفس الشيء بتقدر توجد G شرطة، وبتوجد F شرطة، وبتوجد H شرطة بنفس الطريقة، وبتصل هذه النقاط بطلع عندك الشكل اللي هو EFGH، صورته حتكون E شرطة F شرطة G شرطة H شرطة.
هذا بالنسبة للمثال الأول. طبعا مثال اثنين طبعا اختصار المسافات باستعمال الانعكاس. في عندي في الشكل الموجود على اليسار اصطحب أحمد صديقه عليا في سيارته إلى السوق، حيث يرغب أحمد في الاتجاه إلى المتجر بي. يعني أحمد بده يروح على المتجر بي، يروح على المتجر بي ولشراء بعض الملابس، بينما صديقه علي في الاتجاه إلى المتجر جي، إلى المتجر جي، المتجر جي لشراء حذاء. في أي مكان من المواقف المحددة على المستقيم S بحيث تكون المسافة التي يقطعانها سيرا للوصول إلى المتجرين أقل ما يمكن. طبعا المعطيات: أوقف أحمد سيارته في الموقف B، في الموقف B على المستقيم S. اتجه أحمد إلى المتجر B لشراء بعض الملابس، واتجه علي إلى المتجر G لشراء حذاء. المطلوب نحدد الموقف B على المستقيم S بحيث تكون المسافة BB زائد BG أقل ما يمكن. طبعا الحل نوجد صورة المتجر بي اللي هي بي شرطة، طبعا ترسم قطعة مستقيمة عمودية من بي إلى بي شرطة، بحيث تكون المستقيم اس منصف لهذه القطعة. توصل مسافة من بي شرطة إلى المتجر جي، إلى المتجر جي قطعة مستقيمة توصلها من بي شرطة إلى جي، بتكون النقطة بي اللي واقع على اس، هذه هي المكان المفروض يوقف فيه السيارة، بحيث تكون الآن المسافة بي بي زائد بي جي هي أقل ما يمكن. طبعا في تحقق من فهمك، طبعا يريد فهد أن يختار موقعا مناسبا لبيع تذاكر مباراة كرة قدم. عين النقطة بي على الحائط. طبعا أنا عندي هون الحائط، وعندي النقطة بي، وعندي النقطة إيه، عندي النقطة إيه، وعندي النقطة بي، وعندي إيش الحائط، بحيث تكون المسافة التي يسيرها شخص ما من النقطة إيه إلى بي زائدا من بي إلى بي أقل ما يمكن. طبعا ترسم صورة النقطة بي في الاتجاه الآخر هون، هذه النقطة بي شرطة مكان السهم، وتوصل إيه بالنقطة اللي هي بي شرطة، تقاطعهم، تقاطع القطعة إيه بي شرطة هي حتكون النقطة بي، هي منتصف، هي النقطة التي يجب أن يقف فيها لبيع التذاكر، بحيث تكون المسافة A B زائد B B أقل ما يمكن. مثال ثلاثة، طبعا رسم صورة بالانعكاس حول مستقيم أفقي أو مستقيم رأسي. طبعا مثل بيانيا المثلث JKL الذي احداثيات رؤوسه J 0.3، K سالب 2 وسالب 1، و L سالب 1 سالب 6 و 1. ثم ارسم صورته بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كل من الحالتين. الحالة ايه؟ قال المستقيم X يساوي سالب 4. طبعا أول شيء هتعمله هترسم المثلث على شبكة التربيع، ترسم المثلث على شبكة التربيع اللي هو المثلث كان JKL JKL أول خطوة ترسم المثلث الأصلي.
هذه النقطة الأولى. طبعا النقطة جي، النقطة جي ترسمها طبعا صفر وثلاثة، صفر على الإكس وثلاثة على الواي. النقطة كي هتكون عندي سالب اثنين وسالب واحد، والنقطة ال سالب ستة وواحد. الآن المستقيم إكس يساوي سالب أربعة، هذا المستقيم إكس سالب أربعة، هذا المستقيم اللي هو إكس سالب أربعة، المستقيم إكس سالب أربعة يعني بمر في محور الإكس بالنقطة سالب أربعة وبترسمه مستقيما رأسيا، مستقيما رأسيا يمر بنقطة سالب إيش أربعة. الآن بدي أوجد الإيش صور النقاط، بشوف المسافة من محور الانعكاس إلى النقطة L عندي وحدتين واحد اثنين، في الاتجاه المعاكس برسم وحدتين واحد اثنين، بتكون هذه النقطة L شرطة هي صورة النقطة إيش L. نفس الشيء بشوف المسافة بين محور الانعكاس والمستقيم J أربع وحدات، ترسم أربع مربعات على الاتجاه الآخر وحتكون النقطة اللي هي الجي شرطة. نفس الشيء تقيس المسافة من محور الانعكاس للنقطة كي وحدتين يعني مربعين، تأخذ مربعين بالاتجاه الثاني فأصبح عندي جي شرطة كي شرطة ال شرطة، ترسم الرسم هذه تديني صورة المثلث جي كي ال بالانعكاس حول المستقيم إكس يساوي سالب أربعة. يعني لازم تكون أنت مركز، أول شيء ترسم المثلث الأصلي على شبكة التربيع، بعد كده بترسم المستقيم اللي بدك تعتبره هو إيش، أو السؤال قال لك إنه هو إيش محور الانعكاس. في بالنسبة لبي، بي قال لي المستقيم واي يساوي اثنين، يعني بشوف واي يساوي اثنين، هذا المستقيم واي يساوي اثنين، واي يساوي اثنين يعني على اثنين على واي، بترسم مستقيم افقي، بترسم مستقيم افقي، بترسم مستقيم افقي، بترسم مستقيم افقي، هذا اللي هو اسمه ايش واي يساوي اثنين. وبترسم المثلث الاول الاصلي اللي هو المعطى اللي هو جي كي ال، جي كي ال، وحول المستقيم واي يساوي اثنين. بأشوف صورة النقطة جي، النقطة جي، النقطة جي بعد عن المستقيم واحد مربع واحد، بتنزل مربع أسفل، هذا بتديني جي شرطة. نفس الشيء بشوف الكي، الكي بعدها ثلاث وحدات عن المستقيم الانعكاس اللي هو واي يساوي اثنين، بتنزل ثلاث وحدات تديني كي شرطة، هذه كي وهذه كي شرطة ثلاث وحدات. نفس الشيء بتقيس المسافة طبعا من L إلى المحور الانعكاس وحدة واحدة، بتأخذ وحدة واحدة وبتوصل النقاط جي شرطة كي شرطة L شرطة، بدين صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم واي يساوي اثنين. طبعا بالنسبة لتحقق من فهمك، طبعا سؤال بسيط جدا، بترسم اولا ترسم الشكل اللي هو RSTV على شبكة التربيع على المستوى الديكارتي اكس واي، تحدد النقاط R و S و T و V وبتوصل النقاط، هذه النقطة الاولى. ثانيا بترسم ثلاثة واي يساوي سالب ثلاثة، بترسم المستقيم واي يساوي سالب ثلاثة، بكون مستقيم افقي يمر في واي في النقطة واي يساوي سالب ثلاثة، وبنفس الطريقة بتحدد النقاط اللي حتكون حوالين محور الانعكاس، حول محور الانعكاس. الآن حنتكلم في مفهوم أساسي الانعكاس حول المحور إكس والانعكاس حول محور واي. طبعا الانعكاس حول محور إكس هذا مهم جدا يا شباب، الانعكاس حول محور إكس، الانعكاس حول محور إكس. طبعا لتعيين صورة النقطة بالانعكاس حول محور إكس تضرب الإحداثي واي في سالب واحد، يعني عندي هنا زوج مرتب إكس وواي
صورته بالانعكاس حول المحور اكس اللي هو اكس وسالب واي. يعني انا ضربت الواي في سالب ايش؟ واحد. مثال على ذلك عندي النقطة ايه احداثياتها 4 و1، لما نضرب الواي في سالب واي في سالب واحد حصير 4 و1، حصير 4 و1. هذه طبعا النقطة ايه، وهذه صورتها بالانعكاس حول محور الاكس اللي هي ايه شرطة 4 و1. نفس الشيء النقطة بي احداثياتها 7 و3، لما تضرب الواي في سالب واحد حصير اسفل 7 و3، وتوصل القطعة المستقيمة A شرطة B شرطة، بتكون صورة النقطة A B بالانعكاس حول محور X. يعني الانعكاس حول محور X تضرب الواي في سالب واحد، تضرب الواي في سالب واحد. الانعكاس حول محور Y، الانعكاس حول محور Y طبعا نفس الشيء، لكن هنا بتضرب الإكس في سالب واحد. تعين صورة نقطة بالانعكاس حول محور واي، اضرب احداثي اكس في سالب واحد. يعني القاعدة عندي اكس وواي زوج مرتب، صورته بتضرب الاكس في سالب واحد بصير سالب اكس وواي. مثال النقطة ايه كانت احداثياتها 2 و3، لما تضرب الاكس في سالب واحد حصير سالب 2 و3، يصير سالب 2 و3. هذه صورتها ايه شرطة. نفس الشيء هنا النقطة B احداثياتها 6 و4، تضرب الاكس في سالب واحد حصير سالب 6 و4، وتوصل طبعا A شرطة B شرطة، هي عبارة عن صورة القطعة المستقيمة A B. بالنسبة لمثال 4، مثال 4 طبعا بسيط جدا. قال لي مثل كل شكل مما يأتي بيانيا ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد. طبعا ايه مثال 4 ايه، قال المثلث اي بي سي الذي احداثيات رؤوسه الايه سالب 5 و3، هذه الايه سالب 5 و3، يعني سالب 5 على الاكس كده، سالب 5 على الاكس و3 على الواي. والنقطه بي اللي هي 2 و0، النقطه بي 2 على الاكس والصفر على الواي. والنقطة سي اللي هي كانت 1 على الاكس و2 على الواي. اول شيء قبل ما تعمل اي شيء ترسم شبكة التربيع وترسم المثلث الاصلي اللي هو اي بي سي، ترسم الجزء اللي عن ترسم المثلث الازرق اي بي سي. هذه الخطوة الاولى. طبعا بدي اطبق القاعدة، قال المطلوب الانعكاس حول محور ايش، طبعا هنا قال الانعكاس حول محور اكس، الانعكاس حول محور ايش اكس، الانعكاس حول محور اكس. طبعا بضرب الاحداثي واي في سالب ايش واحد، بضرب الاحداثي واي في سالب واحد. طبعا القاعدة اكس واي، بتنضرب الواي في سالب واحد بتصير عندي اكس وسالب واي. هنا النقطة ايه 5 و3، اضرب الواي في سالب واحد حصير سالب 3، حصير سالب 3، الاكس زي ما هي ما تغيرت. نفس الشيء طبعا 2 و0، لما تضرب الصفر في سالب 1 بتضل الصفر، هي النقطة بتصير 2 و0، لأن النقطة واقعة على محور الايش الانعكاس اللي هو اكس. النقطة سي 1 و2، تضرب الواي في سالب 2 في سالب 1 تديني 1 و2. بعد ما تعمل الخطوات هذه بترسم النقاط A شرطة B شرطة C شرطة. A شرطة ترسمها اللي هي كانت سالب 5 و3، وبترسم B شرطة، طبعا هي B شرطة تنطبق على B لأنها واقع على محور X محور الانعكاس، وبترسم النقطة C شرطة، وبعدها بتصل النقاط A شرطة B شرطة C شرطة، بيكون تم رسم المثلث بالانعكاس حول محور اكس. يعني انا بركز اولا واخيرا، ترسم اولا المثلث الاصلي اللي هو اي بي سي وتخلص من رسمه، بعد كذا بتطبق القاعده اللي هي بتقول اكس وواي، تضرب الواي في سالب واحد بتصير اكس وسالب واي، والموضوع بسيط جدا.
طبعا بي قال لي متوازي الأضلاع بي كيو ار اس بي كيو ار اس الذي احداثيات رؤوسه طبعا زي ما انتم شايفين في الكتاب في عندكم اللي هي بي سالب 4 1 كيو 2 3 ار 2 وسالب 1 الاس كانت سالب 4 وسالب 3 بالانعكاس حول محور واي. يعني الانعكاس حول محور واي الانعكاس حول محور واي يعني بدي اضرب الاكس في سالب 1. الخطوه الاولى ترسم شكل متوازي الاضلاع بي كيو ار اس في الاول بي كيو ار اس ها بي كيو ار اس وتخلص منه الاصلي ما تستنى عليه ترسم الاصلي بعد كده اللي هو بي كيو ار اس خلصت منه تيجي للقاعده. القاعده قال لي اكس واي اكس واي الانعكاس حول محور ايش واي الانعكاس حول محور واي تضرب الاكس في سالب واحد تضرب الاكس في سالب واحد طبعا الاكس هنا سالب اربعة سالب اربعة اضربها في سالب واحد حصير ايش اربعة. نفس الشيء الاثنين تضربها في سالب واحد حصير سالب اثنين ونفس الشيء الاثنين تضرب في سالب واحد حصير سالب اثنين وسالب اربعة تضرب في سالب واحد حصير ايش موجب اربعة. لكن النقط حق قيمة واي هذه الواحد والثلاثة والسالب واحد والثلاثة هي نفسها ما بصير عليها اي تغيير. هذه النقاط ما بصير عليها تغيير لانه التغيير في احداث اكس لاني ضربته في سالب واحد. بعد ما تخلص القاعدة تطبيق القاعدة هذه بترسم النقاط بي شرطة كيو شرطة وار شرطة واس شرطة ثم بتوصلهم بديني الشكل بي شرطة كيو شرطة ار شرطة اس شرطة. طبعا هذا صورة الشكل بالانعكاس حول محور واي. طبعا سؤال اربعة بسيط جدا بتحلوا لي سؤال اربعة بيت طبعا سهل مثلث يعني جي كي ال دان احداثية رؤوسه وبده بالانعكاس حول محور ايش واي. بننتقل الى مثال ثلاثة مثال ثلاثة ننتقل إلى مثال ثلاثة مثال ثلاثة أيوة مثال ثلاثة رسم الانعكاس في المستوى الإحداثي. طبعا رسم صورة بالانعكاس حول مستقيم أفقي أو مستقيم رأسي. مثال ثلاثة طبعا عندي مفهوم أساسي مفهوم أساسي الانعكاس حول المستقيم y يساوي x الانعكاس حول المستقيم y يساوي x. طبعا اتكلمنا في مثال واحد واثنين عن الانعكاس حول مستقيم في مثال اثنين تكلم عن الانعكاس حول المحور x والمحور y. الان نتكلم عن الانعكاس حول المستقيم y يساوي x y يساوي x y يساوي x. طبعا هذا المستقيم y يساوي x هذا هو المستقيم y يساوي x. طبعا هذا بنصف الربع الاول وبنصف الربع الثالث يعني هذه الاحداثي صفر صفر هنا بيجي واحد واحد اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة هنا في الاسفل بيجي سالب واحد وسالب واحد سالب اثنين وسالب اثنين يعني هذا هو المستقيم اللي هو y يساوي x. طبعا لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المستقيم y يساوي x بدل موضعي الاحداثيين x و y يعني كانت النقطة x و y بس بصير عندي تبديل y و x بصير عندي تبديل ايش y و x. طبعا مثال خمسة قال لي مثل بيانيا الشكل الرباعي
جي كي ال ام الذي احداثيات رؤوسه جي اللي هي 2 و2 وكي 4 و1 وال 3 و-3 وام 0 و-4 بتمثل هذا اللي هو الشكل. هذا هو الشكل جي كي جي كي ال ام. هذا ترسمه في الاول، ترسم بالاول هذا. بعد كذا بتكتب القاعدة طبعا اكس واي اكس واي بتصير طبعا عندي هنا تبديل الاحداثيات بتصير واي واكس. طبعا هذه 2 و2 بتتبدل هي 2 و2 نفس الشيء. هنا 4 و1 بتصير 1 و4. هذه طبعا 3 و-3 بتتبدل -3 و-3. 0 و-4 بتصير -4 و-0 وبتمثل النقاط اللي هي النقاط جي شرطة وكي شرطة وال شرطة وام شرطة. بديني صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم واي يساوي اكس. طبعا هنا عندي ملخص المفاهيم الانعكاس في المستوى الاحداثي. طبعا هنا ملخص المفاهيم. طبعا هنا الانعكاس حول المحور اكس اكس واي تضرب الواي في -1 بصير واكس وسالب واي. الانعكاس حول المستقيم المحور واي طبعا النقطة القاعدة بتقول اكس واي تضرب الاكس في -1. بالنسبة للانعكاس حول المستقيم واي يساوي اكس طبعا بتبدل الاحداثيات الاكس والواي بصير واي واكس. طبعا بعد الكلام اللي تكلمنا فيه هذا واجب بسيط جدا عندكم، يعني امل انكم تحلوه، يعني اللي هو سؤال 1 صفحة 122. سؤال 1 صفحة 122 وسؤال قلت 1 صفحة 122 وبتحلي سؤال بتحلي سؤال 6 سؤال 6 اللي هو في صفحة طبعا 122. سؤال 6 صفحة 122. بهيك هيك نكون انهينا درس الانعكاس، وامل انكم تكونوا استوعبتوا ما تم شرحه. والى اللقاء في حصة اخرى.